قلت ان الفريقين محتاجين ان يعدلون اوضاعهم خاصه بفتره التوقف، انا اقول حتى الفريقين الشمال كصاعد والوكره ان العام عانى كان قريب من الهبوط. فاعتقد ان الفريقين محتاجين يعدلون اوضاعهم كون الجولات الاولى يعني في شوي نوع من الغموض، في عدم وصول الفرق الى مستوى فني المطلوب طبعا بسبب المدربين، كل الفرق نتكلم لان القسم الثاني راح تصعب الامور على الفرق المتوسطه، الفرق المتواضعه خلينا نقول. كلام صحيح عادل، انا اتفق وياك. انا بالنسبه لي انا رايي بالنسبه للخمس الجولات الاولى هي تعطيك الطموح وتعطيك الرؤيه. انا اعتقد احنا شفنا الوكره العام الماضي بدايه قويه، فاز خمس لقاءات بدايه قويه صحيح، و 15 نقطه. انا اعتقد حتى يوم كان يعني مهدد مرت في 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 وقت الحقيقه كان يعني سيء فيها داخل الوقت، وشفنا احنا يعني مهدد بالهبوط. اليوم اتكلم حتى على الشمال، يعني انا اعتقد ان الشمال اليوم كل مكان. تحية طيبة لكم، مساء الخير. نحن في الأسبوع الماضي الإيطالي بيلبرتو والتونسي ماهر الكنزاري ولحظات قبيل بداية هذه المواجهة. إذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء، هو المشهد وهكذا هي الصورة الآن التي أمامكم. طاقم حكام لقاء الليلة برفقة لاعبو الفريقين إلى داخل أرضية ملعب اللقاء. سعود العذبة هو من يقود هذا اللقاء تحكيميا، بينما طالب سالم هو حكم مساعد أول يحضر في هذا اللقاء، وحكم مساعد ثاني يأتي سعود أحمد، بينما حكم رابعا محمد الشمري طاقم التحكيم للقاء هذا المساء. بينما لدينا لاعبو الفريق أهل الجنوب في هذا المساء، بينما في الجانب الآخر هنا لاعبو الشمال من قد اصطفوا من أجل التقاط الصورة التذكارية. ديلبرتو الإيطالي يأتي بقائمة أسماء مكونة من شهاب صلاح، داغانو، هيثم محمد، ماركوني أميرال، سعيد بوطاهر، محمد بدر، ناظم محمد، ومحمد حداد، نايف داوت، علي مجمل، وحمد الماس. قائمة أسماء لاعبو نادي الشمال في هذا اللقاء. داغانو الخبرة، القيادة. لاعبو الفريقين داخل أرضية الملعب، وفي لمسات أخيرة هنا تأتي من كلا الجانبين، بينما قد وضع الأسماء والآن يستعد لانطلاق اللقاء. ديلبرتو الإيطالي، هذا الرجل وصف بالقديم الجديد، أو دعوني أقول كلاسيكو قديم جديد، ما بين قابل الوكرة النادي الذي لديه حضور في 41 مرة من خلال هذا العام. سعود الأذبة في انتظار صفرة البداية. سعود الأذبة يأتي بالصفرة. سمير المعرفي معكم يصطحبكم يرافقكم واصفا ومعلقا على أحداث هذا اللقاء. جولة الجيش ومصر الانتصار لصقور برزان، وأيضا لقاء آخر جاء ما بين لخويا والخور وانتهى لمصلحة لخويا. الليلة ثلاث لقاءات تستكمل. هنا لدينا لقاء الشمال والوكرة، وبنفس التوقيت لقاء العربي والغرافة، بينما لقاء آخر يأتي ما بين الملك والعميد من خلاله يسلم الستار على لقاءات هذا المساء. كرة صفرة خطأ، ضربة حرة مباشرة تأتي الآن. سعود الأذبة يأتي بالصافرة،
خطأ ضربة حرة مباشرة تأتي لمصلحة الشمال. حسن إدريس الحارس الحاضر يعطي التوجيهات لحائط الصد. لدينا ضربة حرة مباشرة وخطأ أول في اللقاء يأتي لمصلحة الشمال. سعود العذبة يعيد حائط الصد الآن. وداغانو البوركيني القائد والكابتن بالنسبة للشمال. البوركيني على تنفيذ الضربة الحرة المباشرة، بينما أيضا حسن إدريس يتحفز في مرماه في انتظار كرة هدف وربما تأتي مع الدقيقة الثالثة مع اللحظات الأولى. سعيد بوطاهر صدت تحولت إلى ضربة ركنية. المغربي صديق الأمس منافس اليوم، لن أقول عدو اليوم، لا ما فيش عداوة في كرة القدم، هم أصدقاء وهم بالتأكيد أنهم على سنوات ماضية. سعيد بوطاهر كان حاضرا بجانب النواخذ، الليلة يتواجد هنا بجانب الشمال. ضربة ركنية للشمال. ماركوني أميرال الرأسية تأتي ولذلك كرة تبعد، تعود مرة أخرى. حسين ياسر في محاولة هجومية حاضرة بالنسبة لي نادر وكرة، نقلة أمامية. مباراة تبدو مفتوحة من خلال دقائقها الأولى. مباراة تبدو بإيقاع لاعب سريع يحضر من خلال اللحظات الأولى. على اليسار تقل بعد ذلك لدى الشمال، نقلة أمامية ومحاولة تبدو خطيرة، والكرة الأرضية وصلت إلى يدي حسن إدريس من علي مجمل. قبل إكمال إجراءات الفحوصات الطبية أو تسجيل الأوراق الرسمية، هكذا الغياب الحضور لحتى الآن على المؤشر الأخضر. تمريرة ومحاولة حاضرة. سعيد بوطاهر ربما لم يكتمل لياقيا لكن أيضا يزج به في مباراة الليلة مع الدقائق الأولى من قبل السيد ديلبيرتو الإيطالي. هنا تسديدة والكرة تذهب إلى خارج أرضية الملعب، تأتي من هيثم محمد. تسديدة كانت قوية من هيثم محمد ذهبت إلى خارج أرضية الملعب. الشمال العائد مرة أخرى إلى دور النجوم. النادي الذي هذا ديلبيرتو الإيطالي لن نفرط من خلال الأسابيع الماضية. كرة وسط الملعب، حمود اليزيدي يأخذ كرة أو حسين ياسر. حسين ياسر يمر يحاول التمرير، تأخر في ذلك. كرة تعود إلى وسط الملعب. المحاولة وصلت إلى داغانو. داغانو حسن إدريس يأتي في التوقيت. حسن إدريس يبعد كرة داغانو، ينقذ مرمى الوكلة من هدف كاد أن يأتي. حسن إدريس بدور اللابرو في الكرة الماضية يبعد خطورة البوركيني. ماموني داغانو عند 33 سنة، اللاعب الذي بدأ مشواره مع الخور في 2009، بعد ذلك جاء للسيلية، ذهب إعارة للأخوية. تتكلم عن 91 مباراة فقط في دوري النجوم لهذا اللاعب البوركيني ماموني داغانو. كثير من الألقاب أيضا لماموني داغانو، 76 مباراة أو 91 مباراة تتكلم عنها منذ أن قدم، 76 مباراة بالتحديد في دوري النجوم، 68 هدف لهذا اللاعب البوركيني ماموني داغانو. محاولة وتمرير وحضور من أجل الوصول، عودة دفاعية لنادي الشمال. كرة لدى أحمد كحيل، عرضية للوكرة تأتي خطيرة لا تتهيا، وتبعد بعد ذلك. ماركوني أميرال يحضر أمام سيبستيان ساشا ويبعد الكرة الماضية. جوهر الكعبي وتغطية مع ماموني داغانو. شوف الكرة العرضية اجتازت
حاول بها بعد أن كانت من أمام يونس إخواصي لكن ذهبت. نقلة طولية البحثة من جورج سيباستيان. التعادل السلبي لا زال مستمر. ماهر حدد سيد وطاهر دقانو محاولة خذ وهات وصلت إلى دقانو بالجانب الأيسر. دقانو يحاول المرور من أحمد رحمة الله وقوع سعود الأدبة قريب يأمر بالاستمرارية ولا وجود رغم مطالبة من دقانو بوجود ضربة جزاء لكن سعود الأدبة كان قريب لذلك لا يعطي ذكرة الجزاء. هنا يعطي صافرة خطأ. هنا الصافرة تأتي من سعود الأدبة وقوع على أرضية الملعب إلى ناظم محمد. هنا ماموني دقانو من قدم إلى الدوري القطري إلى دوري نجوم قطر من نادي سوش الفرنسي. اللاعب الواضح أمامك في الصورة قوة هجومية ضاربة وماكينة تهديفية حاضرة يأمل نادي الشمال من الاستفادة منها من خلال لمن هي للوكرة بعشرين انتصار من خلال المواجهات الماضية. خمس تعادلات خمس انتصارات يا ديلبرتو للشمال في المباريات والمواجهات الماضية التي جمعت بينهم في دوري نجوم قطر. السؤال يعني أول لقاء جمع ما بين الشمال والوكرة هذا اللقاء القديم الجديد هذا الكلاسيكو ما بين أهل الشمال وأهل الجنوب هنا بدولة قطر الحبيبة وين وفي عام كم كان ذلك اللقاء تتكلم عن كان تتكلم عن عام 96 نعم 96. حسن إدريس كرة كانت تخادع لكن مرت من يملك الخبرة أيضا نايف الخاطر حاول أن يخادع حسن إدريس لكن كرة مرت إلى خارج أرضية الملعب. أول لقاء ما بين الاثنين الثالث من يناير ألف برضه تتكلم عن مشاركات لمنتخب الشباب في بطولة كأس أمم آسيا منتخب الناشئين كل التوفيق للمنتخبات الوطنية بالنسبة للعنابي في المشاركات والاستحقاقات القادمة. الآن دقيقة 27 يتوقف اللاعب بعض الشيء من أجل الإطمئنان أو عفوا من أجل شرب القليل من المياه وأيضا التي أقيمت في البرازيل يا ديلبرتو الإيطالي. يعني فرصة اللاعبين من أجل تناول المياه وأيضا فرصة من أجل أن يجد المدربين الوقت لأجل إعطاء التعليمات للاعبيهم داخل أرضية الملعب. هذا حمد فرج أحد اللاعبين الذين بدأوا من خلال نادي السد يحضر هنا بجواب طاهر مقال. نسعى الليلة من أجل يعني تقديم مستوى طيب وأيضا قال أنا جاهز من أجل إكمال الصورة الرائعة في المباراة الماضية والكرة تتهيأ. مرت على دقانو لا زالت مستمرة. ماهر حداد يحاول المرور لكن بعد ذلك كرة تقطع وتبعد أيضا من قبل دفاع الوكرة. ساشا سيباستيان يعطي الكرة إلى ماهر بعد ذلك الكرة فيها صفرة على حكم من حكم اللقاء لا وجود لراية. سعيد بوطاهر من الجانب الأيمن أعطى الكرة بالقدم اليسرى مرت على ماموني داغانو واحدة من الفرص المهدرة أيضا. كيف يأتي إلا من خلال تحقيق النتائج الإيجابية مع البداية ومع الجولات الأولى. يونس هواسي يحاول المرور مر هواسي مر هواسي والكرة بعد ذلك أبعدت في اللقطة الماضية من محمد بدر. حدد من اليسار لليمين
وسط الملعب. حمد فرج يعطي الكرة. بناء هجمة يأتي للاعب الشمال. سيد بو طاهر يعول عليه كثيرا في وسط الملعب. يعطي كرة بينية في العمق لدى غانيو. علي مجمل هناك صفرة راية وأيضا تسلل ضربة حرة غير مباشرة تحتسب من سعود أحمد. سعود أحمد من الحكام الشباب الذين ينتظرهم أيضا مستقبلا واعد على صعيد التحكيم بالإضافة للحكيم القطري في مباراة الليلة. من خلال المباريات الماضية شاهدنا العدد من أطقم التحكيم الأجنبية الحاضرة. الشيحانية لم يظهر. والمباراة الأولى كانت أمام السد أيضا وتم تجيلها بداعي مشاركة السد آسيويا أمام السنية البارحة أيضا بداعي عدم جاهزية ملعب استاد جاسم بن حمد هناك بنادي السد. عندنا لاعب واقع على أرضية الملعب ولذلك الكرة لابد أن تخرج. ماهر حداد ورقة صفراء تمنح على وحيد محمد بعد إعاقة قام بها لماهر حداد. شوف هذا وحيد وهنا أيضا ماهر حداد والإعاقة والخطأ التي جاءت في الكرة الماضية. على حمد فرج إلى خارج أرضية الملعب الكرة الماضية. طبعا الشمال 5 انتصارات على الوكرة. آخر فوز للشمال كان عام 2007 كان بال 2-1 أيضا يعني نتيجة 2-1 لها علاقة خاصة بلاعبي الفريقين. هنا كرة خطيرة مرور يأتي وكرة بعد ذلك تذهب إلى خارج أرضية الملعب في اللقطة الماضية. مرت ناظم محمد كان في الإبعاد والكرة أبعدت من يونس هواسي. هل نشاهد هدف أول على أقل تقدير؟ الماضية إلى رمية جانبية جون سيبستيان على التنفيذ. محاولة من حمود اليزيدي العرضية والإبعاد يأتي من شهاب في لقاء الليلة لكن هو أمر طبيعي. وكرة بالخطأ وخروج من شهاب صلاح الدين هو الذي يبعد الكرة الماضية خطيرة في تهيا. أوه ياه ماركوني أميرال يبقي الشمال متعادلا مع الوكرة وهنا تسديدة وإلى خارج أرضية الملعب. أخطاء دفاعية حمد فرج يحرج دفاع حارس مرمى أيضا شهاب صلاح الدين لكن بعد ذلك الكرة ماركوني أميرال هو من أبعدها من على خط المرمى. استلام حاضر من يونس هواسي جورسي بستيون يوح على الكرة وعلى تسديدة لكن يا أحمد يا فاضل مرت إلى خارج الملعب. شوف أوه أوه الملعب هل ينتهي سلبي أم بأن هناك هدف يأتي مع الثواني الأخيرة مع اللحظات الأخيرة. سيد مطاهر يبدو بأنه يشكو من بعض الآلام والإصابات. داغانو 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 يا كرة بكرة واحدة بواحدة. شوف داغانو مر من حسن إدريس لكن الإبعاد قد جاء ومن كحال ذهبت إلى ضربة ركنية. شوف سعيد بو طاهر اللاعب الذي يبدو بأنه يشكو من بعض الآلام. أحمد فاضل يعاني من إصابة لذلك يتلقى العلاج خارج أرضية الملعب. هذه كم سرعتكم
هذه كم قوتها يا محسن يا متول. الوقت الأصلي انتهى، نلعب في الوقت البدل الضايع المقدر بدقيقتين، وحسين ياسر على كرة مرتدة حاضر الآن للوكرة. حسين ياسر يقول كرة، الاستلام حاضر من محسن متولي، محسن متولي يبحث عن المرور، متولي مر، متولي لا زال يبحث، لكن أيضا حمد فرج وبعد ذلك مر كوني أميرة. بعض المحاولات، بعض من الفرص التي حضرت في أحداث في شوط اللقاء الأول، لكن الأهداف قد غابت. دقان يمرر دقانو على نجم اليقا، رايه وتسلل يبدو لي، وضربه حره مباشره او غير. شكرا للكباتن الاعزاء في ارضيه الملعب، الكابتن عبد العزيز العبري والكابتن. من جانب ديلبرتو الايطالي لا تغييرات تاتي، ظهر به لاعبو الفريقين بصوره نستطيع ان نقول عليها تعتبر جيده نوعا ما، اذا ما نظرنا الى بدايه موسم، اذا ما نظرنا ايضا للاجواء وايضا الرطوبه العاليه، كل هذه الامور بالتاكيد انها تؤثر على اداء اللاعبين. ايضا من جانب اخر امر طبيعي جدا، يعني حتى ولو ان الاجواء كانت تساعد، لكن دائما مع بدايه الموسم هناك امر في اولى مواجهات امام العميد بالنسبه للسيليه. نبيل معلول بالامس خسر امام بصلان وامام التركي بولند، يا ترى الليله كيف سوف يكون الحال بالنسبه للتونسي الثالث ماهر الكنزاري في لقاء هذا المساء. ماهر الكنزاري بدايه على صعيد النتيجه غير ايجابيه، لكن ظهور كان مقنع بعض الشيء من امام نادي الجيش، والخساره بثلاثه اهداف مقابل هدفين. استلام دقانو، البركيني حول كوره، وماهر حداد في الاستلام، والكره العرضيه الى يدي حسن. حسن وقع على ارضيه الملعب بعد اصطدامه مع ماموني دقانو، بالتاكيد انه اصطدام غير مقصود ما بين حسن ادريس وماموني دقانو. هنا ماركوني اميرال، واحده من اسماء الخبره التي تاتي وتحضر بجانب نادي دعوني اقول بانه مقنع بالنسبه للفريقين داخل ارضيه الملعب. لسه مراحل، محطات سوف تحكى بها الحكاوي والقصص، وايضا التحديات، وايضا المغامرات، كلها قادمه في دوري نجوم قطر. سعد مطاهر، كره لدى الشمال تبدو خطيره الان على مرمى حسن ادريس، تتهيأ الى ماهر حداد، ماهر يحاول التسديد، الطريق مقلق بعد ذلك. دقانو، دقانو يعطي كرة عرضية، يا يا حسن إدريس يتصدى لكرة سعد مطاهر، قوية فلتت من حسن إدريس، لكن بعد ذلك شوف الفور. أوه يا القائم، تغيير من قبل السيد الإيطالي ديلبرتو. تغييرات تأتي في شوط اللقاء الثاني والأحبة. متولي يعطي كرة إلى يونس الهواصي، تصل هناك من الجانب الأيمن، محاولة من كحيل، كرة قطعت، وصلت إلى ماهر حداد، ماهر حداد يمر، ماهر حداد يتقدم، أحمد فاضل بالرقابة، حداد فور. النواخذ الآن يقتربون، كرة الآن مع هيثم محمد، سيبستيان يلعب لك كرة إلى الجانب الأيمن، خطيرة للوكرة، مرور حاضر، وبعد ذلك خلاص ضاعت على محسن متولي اللي حاول بالكرة الماضية لكنها
عادت إلى سيد مطهر. هل يكون الانتصار 21 بالنسبة لي نادي الوكرة على الشمال؟ أم بأن الدقائق القادمة بها حديث آخر خاصة من لاعبي الشمال؟ رأى تسلل من طالب وأيضا بالإشارة الدولية لما تتكلم عن طالب سالم المرمي الحكم المساعد الأول. إن شاء الله يا طالب سالم في مونديالات في بطولات عالمية أن تكون لك بصمة حضور بالنسبة لهذا الحكم. كرة لا تتهيأ خطيرة وتتحط، ولكن من سعيد مطاهر في أحد دفاعات لاعبي الوكرة صدت وذهبت إلى ضربة ركنية. في مين؟ في أحمد. نعم أحمد رحمة الله صدت وذهبت إلى الوكرة، يمسك بزمام الأمور بعد التقدم. تمريرة الآن في العمق حاضرة تبدو خطيرة تتهيأ. من حلق المرمى يا هيثم محمد، شوف مرور يونس هواسي وضع كرة، لكن قبل أن يصل إليها ساشا وصل إليها هيثم محمد وأبعد الكرة الماضية. إبعاد يأتي ساشا دور على جول أحمد ناصر شيخان يحضر نايف الخاطر يغادر. هذا هو التغيير من دلبرتو في الوقت الذي يبدو بأن ناظم محمد ناظم محمد يجب أن يغادر، لذلك هو لديه تغيير يستطيع إجراءه وربما يدخل طلال علي. يبدو لي هو يستدعي لاعب الآن دلبرتو الإيطالي. هذه كرة ناظم محمد، نايف الخاطر مر من يونس هواسي وهيثم محمد قبل أن يصل إليها ساشا وصل هو إلى الكرة الماضية. خلاص لا أرضية ملعب اللقاء بديلا عن ناظم محمد المصاب. كرة ذكية ذكية وساشا كرة ذكية للغاية، يكون مهاريا أكثر من أي شيء آخر، استعراضيا أكثر من شيء آخر في الكرة الماضية وانتهت عليه. شوف الكرة الذكية ساشا كاد أن يضعها في الشباك. أحمد ناصر لكن صحيح أيضا بالنسبة لهذا الحكم سعيد مطهر، تحركات إيجابية اللي هو سعود العذبة. سعيد مطهر يعطي تمريرة حداد عرضية تبدو خطيرة الآن للشمال. سعيد مطهر يحاول بالتسديد لكن الطريق مغلق، يعيد الكرة إلى سهاب سر الختم. أحمد ناصر العرضية والرأسية بالتمرير في وقت يعني كان من المفترض أن يقوم بالتمرير، حيل على كرة عرضية وصلاح شهاب الدين أقرب أو شهاب صلاح الدين أقرب للإمساك. قائد صدر الوكرة ومموني داغانو ياما وياما سجل أهداف في من مثل هذا المكان. وياما داغانو وصل إلى الشباك من مثل هذا المكان بذكاء، يبدو لي بحث عن هذا الخطأ بأن يأتي من أمام جوهر الكابي. حسن إدريس الوقت الأصلي انتهى وأربع دقائق وقت بدل ضايع وماموني داغانو على التنفيذ. صفرة تأتي ماموني داغانو مرة سليمة على مرمى حسن إدريس. شوف كرة ماموني داغانو، حاول من يلعب كرة في الزاوية التي يقف بها حالة الصد بحيث لأن تكون الكرة لافة نوعا ما لكنها لم تأتي، ويركض ويتحرك وأيضا
يحاول أن يكون من خلال الأربع دقائق الأخيرة حاضراً. داغانو كرة للشمال، أحمد ناصر يعطي الكرة إلى سعيد مطاهر، سعيد مطاهر يحاول المرور بطريقته بستايله، يعطي الكرة بالعمق سعيد داغانو مطاهر ماموني إيهاب سر الختم، الكرة من أحمد فاضل، عودة للاعبو الوكرة والتغطية بالكامل، استلام من ماهر حداد، محاولة لكرة أرضية أن تأتي من هناك من الجانب الأيسر، ماهر حداد يأتي بالأرضية، حسن إدريس يأتي بالإبعاد إلى ضربة ركنية، حسن إدريس يبعد كرة إلى ضربة ركنية. إن كان لي الشمال من عودة فتبدو لي مع الكرة القادمة، أحمد ناصر على كرة أرضية وبعدت بعد ذلك وارتدت، والوكرة هو صاحب الثلاث نقاط على وين؟